عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا شرح طبعا عن موقع ممكن انتوا تكونوا بتسألوا نفسكم عليه، طبعا على الاعلانات دي. الموقع ده ليه دايما بيظهر لي الاعلانات دي؟ طبعا كل ما بيظهر لي اعلان زي ده طبعا باخد فلوس وروبلات تلقائي. بفتح مثلا الموقع لو انا عايز اشوف الموقع، او مش عايز افتحه مفتحوش عادي. طول ما عملت علامة خضراء كده ان انا ايه كسبت الفلوس. طبعا هو ده الموقع، اسمه تاست فاست. نخش عليه. ده الموقع، ده موقع عبارة عن انك بتعمل عليه اعلان. زي ما انتوا شايفين هو بيظهر لي اعلانات منه. طبعا بكسب فلوس هنا. انا بامكاني ان انا اسحب الفلوس دي على طول اوتوماتيك. هوريكم دلوقتي اثبات السحب. هنا اول حاجة ممكن اول حاجه ممكن تضيف حمله اعلانيه. طبعا هنا بتحط الصوره، زي لو انت مثلا عايز يظهر لك اعلان زي ده. هنا بتحط الصوره، بتكتب عنوان الاعلان اللي هو ده، وبتكتب نص الاعلان اللي هو ده اللي تحت، وبتكتب اخر حاجه URL. لما انت تيجي تتك على الكلام ده يظهر لك ايه المتصفح كده. انت عملت اعلان. طبعا بتختار هنا بقى الموقع، وقت دعابة، مرات الظهور لكل شخص، الانطباع في الدقيقة يعني يقعد قد ايه، الدول هنا ذكر ولا انثى. بعد كده بتتك اضافة. طبعا بتضيف فلوس في الاعلان على حسب انت عايز يقعد قد ايه. عندك دعاية وعندك الاعلان ده وعندك اخر حاجة يوتيوب. هنا بتقدر تبيع في الحساب من عن طريق باير او ويب ماني او روب كاسا او ياندكس او اودي. على فكرة الحاجات دي اكترية الروسية، فانت استخدم باير. لما نعوز بقى نسحب، طبعا انا هسحب ايه على باير. انا عامل محفظة اهو، اوريكو اثبات السحب دلوقتي. هسحب المبلغ ده، هفتح محفظة باير. طبعا زي ما انتوا شايفين انا هنا معايا 442 روبل. هسحب الفلوس دلوقتي، هسحب 14 روبل 55 سنت. طبعا الفلوس وصلت لي، وصل لي فلوس سحب الاموال بمبلغ روبل الانتهاء بنجاح. اجي احدث اهو، 56 تم إضافة 14 روبل 55. زي ما انتوا شايفين مع تارست فاست، موقع تارست فاست هو اسمه تارست فاست. هنا بيقول لك المتصفح بيعمل على جوجل كروم ويندكس ومزير الفايرفوكس وأوبرا. طبعا انت بتثبت الإضافة، تبقى الإضافة شبه كده. وهنا بيديك الحاجات، بيعلمك يعني لما يكون إضافة هنا. وهنا لما يكون في إعلان مفتوح بيعد. وهنا نفس الكلام. وهنا بيقول لك هنا الإعلان اللي هو 5 ثواني زي ده مثلا، ده كده 5، بس ده أكتر. بص هيديني كام، 3، معنى إن ده كان 30 ثانية. وهنا زي ما أنت شايف دي إحصائيات بتاعت الموقع. وهنا دي المهام اللي هي ساعات بيبقى مثلا هنا في ناس تبقى عارضة اعلانات على اليوتيوب، انت بتقدر تخش على 15 ثانية او اكتر. وهنا الدعوات، ده رابط الاحالة بتاعك وده رابط الاحالة بتاعك، بس ده لجذب المعلنين وده لجذب المستخدمين. طبعا انت بتستخدم ده عشان تكذب على
الموقع ده ان هما يوم لما يعملوا اعلان يكسبوك، او يضيعوا او يسحبوا او يعملوا اي حاجة بيكسبوك. وهنا المساعدة، وهنا اخبار. طبعا دي الاعدادات الشخصية، بتقدر تضيف هنا طبعا بياناتك الشخصية، وهنا بتتك عرض الاعلانات المنبثقة اللي هي دي، وهنا الاشعارات، تلقي الاشعارات، وهنا بتظبط البير او ياندكس او ويب ماني، الويب ماني اهو والبير بس، وانا بتغير كلمة المرور. وكده دي قصة الاعلانات دي. وبكده خلص شرحنا النهاردة. لو عندك اي استفسار خش في التعليق تحت واكتب في الكومنت، ان شاء الله ابقى اجيب عليك. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانا بنزل المواقع عن الصدقة ومواقع النصابة. ومتنساش تعمل لايك. اشوفكم في حلقة تانية. السلام عليكم.